بس تجاوبني. وانت قلت قبل شوية قلت انا اريد اروح مرتاح، اريد اجيال تفتخر بي، ولدي يفتخرون بي. زين اسألك سؤال بالله عليك، وين فلوس العراقيين اللي عند المسؤولين؟ هاي الفلوس اللي دا تنصرف على الانتخابات من معمم ومن ابو عقال ومن افندي، وينها؟ انقل لك نقل خبر الان جاني بالوثائق، اقدر بنا اكمل ادزلك اياها. طلعت على احدى القنوات المحترمون على الفساد في مطار النجف بالمليارات. السيد احمد بشير، مو اسمه احمد البشير، شو احمد البشير السيد الاعلامي، سحب هذا المقطع ونزله يعني بطريقه الفكاهيه المحترمه الرائعه. اليوم اجت النزاهه من رئاسه الوزراء للمطار، لان تدري مو مثل صفحتي او شيء. وهاي تدري اليوم دزولي الاوراق النزاهه، انا ايش قلت؟ برج مطار النجف، واستاذ احمد ذكر عن لساني يلطم البرج وما كامل 5 مليار طلع. تدري ايش قلت الاستاذ احمد؟ انا خطان بالرقم واعتذر عن قناتكم. لا انا وصل الاستاذ احمد هذا الخمر طلع ب 8 مليار وما كامل، طلع ب 5.5 مليون دولار. انا اعتذر من قناتكم المحترمه اذا استاذ احمد انا خطان بالرقم، طلعت النزاهه طلعت الاوراق وهسه دزول اياها شباب. زين ايش قد طلع الرقم؟ ابو زين لا قطعت اتصال اعتذر. ايش قد طلع الرقم؟ ايش قد طلع 5.5 مليون دولار وكاتبين كتاب رسمي. وانت ايش قد قلت؟ وانت ايش قد قلت؟ انا قلت 5 مليار. 5 مليار شنو؟ 5 مليار دينار. 5 مليار دينار عراقي. يعني شنو الفرق؟ 5 مليون دولار شنو الفرق؟ يعني زاد. اي مو الفرق زاد، طلع مو 5 مليار عراقي، طلع 8.5 مليار عراقي. وكتاب من المجلس الاداره السابق كاتبين يقولون نريد بعد 3 مليار الا يكمل البرج. افتهمت الفكره؟ افتهمت. انت جبت برج ايه برج وما كامل.